أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من يستمع إلى أشرطة أهل البدع أو يقرأ كتبهم بغرض الاطلاع على ما هم عليه، هل يدخل هذا في الجلوس مع المبتدعة؟ هو مثل الجلوس أو أشد من الجلوس، لكن إذا كان عالماً، إذا كان عالماً متسلحاً بالعلم ويسمعها أو يطلع عليها لأجل الرد عليها والتحذير منها فلا بأس بذلك. أما إذا كان ما عنده علم ولا بصيرة ويبي يقرأها أو يستمعها ما يجوز هذا، لأنه تدخل في فكره وليس عنده مضاد لها، ليس عنده مضاد لها، فلا يجوز له يستمع إليها وهو ما عنده مضاد لما فيها من السموم والأشرار الشرور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.